من مكانه ومكانته في العالمين أم إلى العبد السبيل الذي ضيع مكانة مصر وحارب أبناءها من كرامتهم وأسقط بين الناس عفتهم وأثرها وأشعر الناس جميعا أنها تمد اليد في أول كل عام ووسطه وآخره نحو الذين يقدمون إليها المعونة أو الذين يطلبونها قرضا حسنا أو الذين يطلبونها بأفهض الفوائد وأعظم العوائد التي تزيد من عجز ميزاننا وعجز موازنتنا وإثقال بلادنا كلها بعدنا. أنا مطمئن وموقن إن شاء الله أننا إلى الطريق الأول ذاهبون إلى طريق الملك والحرية والكرامة واستعادة سيادة هذه البلاد وعزة أبنائها وقدرتهم على العمل الفنان في كل البلاد المحيطة بنا عربيا وإفريقيا وفي العالم كله. فإن عطاء المصريين لم يقتصر على قارة دون قارة ولا بلد دون بلد، وإنما عطاؤهم ممتد من أكبر علماء الدنيا، ولا أريد أن أذكر أسماء بعينها فأنتم تعرفون مشاهير إخوانكم وأساتذتكم الذين ملأوا العالم علما وعطاء وابتكارا واختراعا في كل أنحاء العالم، ومن العمال الفتقاء الفقراء الذين بنوا البلاد المجاورة بعد أن كانت قاعا بل قاعا خرابا تلعق فيه البوم وتمرح فيه الغربان. ولولا الأيدي المصرية القوية والعقول المصرية المخلصة والشركات المصرية التي رضيت بقليل من الربح لما تحولت بلدان كثيرة في هذا العالم العربي إلى ما نراه اليوم في التلفزيونات من شوارع ومسارح وجامعات وأمجاد هائلة تحقق في الدنيا كلها، بدأ المصريون ويستمر في صنعها حتى اليوم المصريون، وسيستمرون بعد اليوم في عطائهم الذي يبني كل بلدان العالم العربي وكل بلدان افريقيا واسيا التي تمت لنا بخلط او بسبب من الاسلام او نسب من العروبه. جئت وانا اتصور انني في هذه الجامعه ساستمع الى كلمات التمهيد المجامله العاديه، لكنني فوجئت بالبلاغه الراقيه التي تحدث بها الطلاب الثلاثة من أبنائنا أعضاء الاتحاد ترحيبا برئيس الجامعة وترحيبا بإخوانه الوكلاء والنواب والعمداء وترحيبا بشخصي الضعيف. أثرتني هذه البلاغة أثرا هائلا حتى إنني فكرت عدة مرات وأنا جالس أن أوجه دعوة إلى إخواني وزملائي في أعضاء مجمع اللغة العربية ليقيموا يوما ثقافيا في هذه الجامعة يستمعون فيه إلى الطلاب فقط ويشجعون آبائهم بالاطمئنان إلى أن جيلا جديدا قادرا على العناية بهذه اللغة الشريفة يحبها ويقدرها ويعتني بها ويعرب عنها أحسن إعراب إذا تكلم ويطلب له الناس إذا تكلم. هذا الجيل أيها الأبناء والبنات والزملاء الكرام والزميلات هو الذي سيبني الوطن، الجيل الذي يشعر بالفخر لانتمائه إلى هذه اللغة، الجيل